2004 ما بقيتش قادر نتكفى مع القوت اليومي ديالي. القدره الشرائيه ما كافياش باش ناخذ دوك المواد الغذائيه. علاش؟ لاقاش الاسم ديالي حبيب. بالنسبه للمساله ديال غلاء الاسعار انها وصلت لواحد المستوى عالي، ان القدره الشرائيه ديالنا ما بقاش قادرين نتحملوا هاد الغلاء ديال الاسعار، ولهذا تنطلبوا من المسؤولين انهم يخفضوا لنا هاد الاسعار لحقاش المستوى المادي ولا المدخول ديالنا. القدره الشرائيه ما كافياش باش ناخذوا دوك المواد الغذائيه. علاش؟ لحقاش الدخل ديالنا مقابل ديال اللي تنصوروا في اليوم هو 70 درهم، ولهذا ما يمكن ليناش اننا ناخذوا ديك المواد الغذائيه بديك الاثمنه. لحقاش ديك 70 درهم ما تكفيناش باننا ناخذوا بها اشياء اخرى، يعني غنطرقوا ناخذوا وجبه واحده في النهار، يعني 70 درهم ولا تنفكروا واش ناخذوا بها وجبه واحده في النهار ولا حنا بحال ايها الناس كاملين درنا بزاف بالزياده ديال الاسعار وبالزياده المهوله في ثمن المحروقات. هادشي ضرنا بزاف حنا كسائق مهني. انا تنتكلم على راسي كسائق مهني ومن المنظور ديالي انا كانسان درويش ومعيل العائله ديالي. ما بقيتش قادر نتكفى مع القوت اليومي ديالي. ما هذه صراحه تقال. انا كلمه نوجهها لرئيس الحكومه انه يشوف من حالنا وشوف من حال الدرويش في هذه البلاد. حنا كسائقين مهنيين درينا بزاف، وخصوصا اللي معيل العائله كبيره تتكون من 4 ديال الافراد ولا 5. هادشي قاصح بزاف، ما يحس به غير اللي مجربه. ولكن تنتمنوا من الله خير انه يكون شي حل، لان هادشي ما غيوصلنا الا لواحد الاحتقان كبير، وما بغيناش هادشي لان بلادنا زوينه الحمد لله. بغينا تكافؤ في شنو نقول لك، تكافؤ في انهم يعطيونا غير حقنا شي شويه، انهم يقسموا معنا واحد شويه من داك الشيء بزاف اللي تيديو. بالنسبه للمساله ديال غلاء الاسعار في هذه الفتره الاخيره اللي شهدها المغرب، دونك هي مساله راجعه بالاساس لعدم تاخر التساقطات المطريه، حيت كما كتعرفوا المغرب هو بلد فلاحي بامتياز، يعني كنعتمدوا دائما على الفلاحه. دونك ملي كتكون شح في الامطار دونك ضروري كيكون الاسعار كترتفع، وشهدنا هاد الاحداث في سنوات سابقه في 2004 في 94 في 95 كانت موجه ديال الجفاف صابت البلاد وكانوا غلاء في الاسعار وفي المعيشه. وبحكم ان الطبقه الكثيره اللي كاينه في المجتمع هي الطبقه المتوسطه، دونك هي اكثر فئه غادي تتضرر من هاد غلاء الاسعار. تنتمنى من الحكومه انها تدير شي استراتيجيه لانها تخلي على الاقل يكونوا الاسعار يبقاو ثابتين، بالنسبه للقدره الشرائيه ديال المواطن ما تقاش، خصوصا ان من بعد الفتره ديال الجائحه ديال كورونا احنا الحمد لله قدر الله وما شاء فعل احنا تساقطات تعطلات. دونك نتمنى من الحكومه ومن السياسه ديال الحكومة أنها توجه في هذا الباب، أنها تحمي القدرة الشرائية للمواطن، لأن الطبقة اللي كثيرة هي اللي كتتضرر من هذه المسألة ديال غلاء الأسعار. ونتمنى كذلك من أصحاب الشركات الكبرى أنهم يبعدوا على الجشع والطمع والربح، لأن في الأول وفي الآخر البلاد محتاجة أننا كنا نكونوا متحدين. هذاك صاحب الشركة الكبيرة اللي غادي يستغل هذه الفترة باش يزيد الأسعار، يتقي الله ويراعي الله شويه في المواطنين وفي الطبقه اللي هي اصلا مضره بزاف من هذا الغلاء ديال الاسعار.